بحضور وزير المالية دكتور كنان ياغي وبحضور سيد وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب، تم افتتاح اليوم الأول للمعرض الدولي لتكنولوجيا التمويل والتأمين. المعرض مستمر من اليوم وحتى 27 الشهر الحالي من الساعة 5 للساعة 10 المساء، ولا تنسوا أنكم حتتابعوا الحدث كامل عبر منصة الراعي الإعلامي والإعلاني 7 ميكس تي في. خليكم معنا على فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام.